ازيك يا صالح؟ ازيك يا موسى؟ وحشتيني. انت اكتر. اموت واعرف الزمان بيعمل فيك ايه، بيحليكي زي القمر ما شاء الله. ايوه يا اخويا، كل بعقلي حلال. اقعدي اتفضلي. احنا يا راجل ما بنشوفكش غير من سنه للسنه. ايه البنت اختك هند ما بتوحشكش؟ انت عارفه اكل العيش بقى؟ اكل العيش. اتنين ويسكي يا معلم على السريع. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بعد كل ده هتعزمني على ميه سلطه؟ امال القمر ياكل ايه؟ كفته ونيفه وطرب كمان. وطرب كمان بس هدخل. حلاوه التخت. كفته ونيفه وطرب كمان يا اسطى. يلا. ازيك يا نوسه؟ ازيك يا صالح؟ وحشتيني والله قوي. وانت كمان قوي قوي قوي. ازيك يا نوسه؟ تسلم ايدك. مفيش مره عدى على السيده زينب غير لما عدى على الراجل ده ياكل منه مزز، يعني سبحان الله حلو كله معايا. يا بكاش، اللي يسمع الكلمتين الحلوين دول يقول ان بينا جو. يا ولا يا ولا، ده انا معاشرك عمري كله. تكونش عايزني انا اللي اخطبك؟ خلاص تعالى نتجوز. دول عمرك دمك خفيف يا موسى. اه والله انا بفكر اعدي على بيت القلعه. والنبي طول عمري عارفه ان دمي شربات. بيت قلعه ايه يا ابو قلعه اللي انت عايز تعدي عليه دلوقتي؟ ده انت بقالك سنين ما زرتوش. ما عشان كده عايز اشوف صحابي، اطل على البيت، اشوف الحاره يعني. خلاص هاجي معايا. من الاول عايز اعدي على السيده زينب بقرا الفتح. عشرين. يا بخت مراتك بيك يا صالح، حتى بعد ما توفت ما بتنساش تدعيلي. الله يرحمها، كانت من حبايب السيده. الله يرحمها ويرحم الجميع. الله يرحمها. ماشي. مش هنام وهستناك عشان تعدي تاخد مفتاح الشقه اللي هتسكن فيها. متحرمش منك يا موسى ومن جدعانتك. دوقي بقى المزز، انت بتاكلي حلو. لا لا بحب الحلو. ما تكسبيش ايدي. الحلو احلى. بتدوقيني. مش الحلو احلى؟ المزز احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد يا محسن الصدف، انا مستنيك من الصبح. قصدي ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله خير. ما كفايه القطعه اللي احنا فيها دي بقى يا نوسه. في ايه؟ شوفي بقى لنا كام سنه متطلقين، لا انت اتجوزتي ولا انا اتجوزت، ما تيجي نرجع لبعض يا نوسه. هو انت ما بتزهقش يا سعد؟ ما بتزهقش من كتر الكلام؟ ما انت عارف ان انا مش هرجع لك. انا اتغيرت يا نوسه، ربنا كرمني وبقت الاشياء معدن وفل الفل. ارجعي لي انت بس وانا هعوضك وحوريك الخير كله. هو انت لسه الدروس الخصوصيه شغاله معاك؟ الله ينور. اه شغاله الله ينور وزي الفل. قلتي ايه؟ طب بص يا سعد، روح انت دلوقتي وانا هفكر وابقى اطلبك على التليفون بتاعك. مش انت رقمك زي ما هو؟ اه زي ما هو. تمام، روح انت بقى وانا هبقى اكلمك. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اروح وانا كنت واقف ده كله عشان اروح. اروح. يا جدعان معاك سيجاره؟ سيجارتي ايه؟ معايا السجاير. حلوه الساعه دي. انت عبيط يا ادوار ولا ايه بتستعبط؟ انا صالح ابو ضيف من المنطقه هنا. اخلص. صالح نفسك وصفي نيتك واقلع الساعه. اخلص. اقلع الساعه. اخلص. انت شايف كده يعني؟ اه يا كبير. اقلع حتى عشان صعبه. ماشي. معاك فلوس؟ انت هتاخد الساعه وتاخد فلوس كمان؟ الرجاله عايزه تتعشى. فتشوا يا عم، ده عمك صالح مش غريب واول مره يزورنا. ماشي يا رجال، اتكلوا على الله. صباحك عسل. ايه ده؟ حلو الخاتم ده يلزمني. بقول لك ايه؟ الخاتم ده عزيز عليا، فكك مني. ما انا هاخده منك للذكرى. اقلع. اخلص. بس ورحمة أمي من عدل. كلهم بيقولوا شبهك كده. انتشر يا رجال.
ابيض يا اخويا. ازيك يا سمسمه؟ شوقي عندك؟ الحمد لله على السلامه. ده الحاره والقلعه كلها نورت. شوقي عندك؟ شوقي شوقي، بدل ما تاخدني بالحب ده اهو. ايه ده يا دولي؟ الحمد لله على السلامه يا صاحبي، وحيشني يا ملك الرجوله يا صاحب صاحبه. ازيك شوقي؟ يا جدع في ايه يا جدع؟ مالك في ايه؟ عيل قلبني وانا داخل الحاره، حط مطوه في جنبي، هو معانا فريق معاهم سلاح، خدوا المحفظه والساعه والخاتم بتاعي. عيل مين اللي يقلبك ده؟ انا اول الحاره بقول وشرف امي اللي انزل اقلب لك الحاره اللي فيها، واجيبه لك راجل تحت رجليك. يا اخويا لا تروح ولا تيجي، انا عارفه مين اللي عمل كده، مفيش غيره، الواد ازازه. انا هنزل اقفل الكوافير وهتصرف. نورت يا دولي نورت. ازازه مين؟ دولي حبيبي. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ولا تقلق إزازة إيه؟ ده جاي هنا، هيروح فين يعني؟ الحاجات دي اللي بيقلبها دي بيجيب بيها لنا. ديك أنت؟ أمال إيه؟ تشتري حاجة مسروقة؟ يا عم الدولي أنت مش عارف حاجة، فترة الغياب اللي أنت فيها الواد دوت بيتقي شر مجدي، عشان كده هو بيسكته. ليه؟ يا عم يعني العيب مش على الواد، العيب عليك أنت. أنت بتسافر أكتر ما بتقعد يا صالح. العيب علي أنا؟ أيوه، محدش عارفك في الحارة يا أخي. كلامي مين إزازة ده؟ يا عم ده واد غلبان خارج من 7 سنين سجنه بيلقط عيشه. بقول لك إيه؟ إيه ده بقى وافصل بيرة؟ بيرة شوية بيرة كده وافصل. بيرة إيه؟ بقول لك السبات تحت قول لي بيرة. تعالى يا طارق، تعالى بيرة ودورين كوتشينة. تعالى بقول لك إيه يا ناجح؟ قفل أنت وروح. سمسمة. إيه؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي نرجع لبعض زي الاول بدل ما احنا متفرقين زي الكوتشينه كده. بقول لك ايه يلا؟ نعم. هو انا اتجوزتك ازاي؟ كانت لحظه ضعف. ده قلب امك اللي ضعيف يا رحام. سمسله ايه؟ كارت ب50 جنيه؟ انت زي ما انت يا مجد، سافرت ورجعت وانت في نفس قعدتك دي، ما تغيرش. ما تغيرش ايه؟ انت مسافر وسايبني مجدي راجع وانا المعلم مجدي. الناس بتقف ورا طوابير. يا عم ورايا ايه؟ يقف ورا المحل. محل السمين؟ محل السمين ده لدرجه ان انا بفكر اشتري بيت ابوك وهيته واعمله سنتر بقى زي سنتر بحة كده، ويبقى سنتر مجدي للسمين. بيت مين اللي تشتريه وتهد؟ ده انا اشتريك واشتري المحل بتاعك. اشتري المحل بتاعنا؟ بتعمل بيه المحل؟ ولا حاجه. اقعد انا والراجل ده نشرب حجرين معسل، نشرب كوبايه شاي، نحرق دمك وخلاص. بس على فكره فكر على المغطي. خد بره. ايه؟ خسرت. مين؟ خسرت. وحد يلعب معاه ويكسب؟ ده وشه فقري. يلعب دور تاني. يلعب دور تاني. انت يالا يا ازازه. عايز ايه يا سمسمه؟ بقى بتسرق الدوله يا معفن. دوله مين؟ دوله بيوجعني. بقى بتلون عليا انا يالا. ما عادش اللي يلون عليك، انت بالذات عارفه ان انا ما اعرفش اكسر لك طلب. طب يلا اب وهات حاجه الراب. اب حاجه الراب؟ اهي لسه طازه. ايه يا معفن يا ابن المعفنين كده؟ تبقى خسران كام يابا؟ 1000 جنيه. ايوه، اول ما الواد يجيب لك فلوسك تدفعهم وقتي. احنا ما كسبناش خالص. دريع شاوي، ما انت قاعد اهو. جه اهو، خش قدامي يابا. يا ولد خد تعالى بس عشان الحاجات بتاعتي. يلا خلاص يا خلاص يا صالح. الحاج يا باشا قدم عيش واخي. بقول لك يا مجد ما تضايقنيش. فين الخاتم يالا؟ هو موجود يا باشا، الخاتم موجود اهو. اهو الخاتم. طلع المطوه بقى اللي انت سبتني بيها. كسرتها ورميتها. وحياه رحمه امك بقى. باشا انا حد اطلع بالمطوه. تحضر المطوه يا باشا، تحضر المطوه. خد عمك كده. تمامك علمك في وشك. خلاص بقى يا دولي ما تصغرنيش يا اخويا، الواد طلع معايا. امسك يا عم ال 1000 جنيه بتوعك اهم. حرمش منك يا سمسمه. شكرا. شكرا على ايه يا اخويا؟ ده بيتك، ده انت هتبات هنا. ايه ده يا سمسمه؟ هو انت مش متجوزه؟ متجوزه ده ايه يا اخويا؟ ما انا طلقت. وهتطلع عليا اشاعات ولا ايه؟ يلا بينا يا شوقي. هو انا لازم اجي معاك؟ شوقي خليك مع صاحبك، ما تسيبوش هو في الحاله دي. يلا حاضر. انت شايف كده؟ ازازه معاهم راجل، راجل زعلان منك. ما تيجي احنا بقى السمسمه نضرب حجرين كده احتفالا بطلائك. يلا يا اخويا، بلا حجرين بلا بتاع. شطبنا قفلنا خلاص، وريني عرض كتافك. يلا على المصمت يا اخويا بتاعك. ماشي
ماشي يا سمسمة، بس عدم المؤاخذة حاجتي. ايه يا نوسة اتأخرت كده ليه؟ لا اتأخرت ولا حاجة، أنا لسه قافلة أهو زي ما أنت شايف. وبعدين صالح كان المفروض يعدي عليا عشان ياخد مفتاح الشقة اللي مأجرها، ما عداش لغاية دلوقتي. هو في إيه مالكم؟ كلنا قاعدين مستنينك أنا ونوجا والعيال وجوزها. وجوزها؟ ما هو جوزها ده لو كان لقاك راجل ما كانش هبش كده بالدكان. دكان إيه يا نوسة وهبش إيه بس؟ أنت بس لو تسيبيلي مفتاح المكتب أقسم بالله دورهولك نار. أيوة نار عشان يتقفل بالشمع الأحمر. لا يا أخويا خليك أنت في دكان أبوك. أبوكي كان مكواجع يا نوسة، لما ده دراي كلين. فكك بقى وريح دماغك شوية. يا ريتني كنت أقدر يا أخويا. هترد بقى يا صالح. نوسة نوسة عايز ايه؟ صالح ما بردش عليا ومش عارف هو فين. هتلاقيه رجع بيروت. انت عارفه انت لو تسلمي لي صالح ده هطلع لك منه بلاوي. والنبي تتنين، صالح ده يطبق 50 من عيلتك.